شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم، يرافقه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ختام منافسات بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي، والتي انطلقت في وقت سابق من صباح اليوم بمشاركة 1500 متسابق ومتسابقة من 90 دولة، إلى جانب مشاركة رياضيي مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولدى وصول جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى موقع السباق، كان في الاستقبال سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من كبار منظمي السباق. وتابع جلالة الملك المفدى بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي اشتملت على السباحة والدراجات الهوائية والجري، والمشاركين في هذه السباقات الذين يمثلون نخبة من الرياضيين ذوي السمعة الطيبة والمستوى المعروف. وفي ختام البطولة توج جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي قطع السباق في السباحة بزمن 29 دقيقة و39 ثانية، وفي الدراجات بزمن 2:20 ثانية، وفي الجري بزمن 1:30 دقيقة و34 ثانية، وبمجموع 4:06.51 ثانية. كما توج جلالة الملك المفدى الفائزين المحترفين من فئة الرجال، الفائز بالمركز الأول النرويجي كريستيان بلامفالت بزمن 3:42.20، والفائز بالمركز الثاني الدنماركي دانيال باكيغار بزمن 3:43.02، والفائز بالمركز الثالث النرويجي كاسبر ستورنز بزمن 3:43.46 ثانية. كما توج جلالة الملك المفدى فئة السيدات، حيث حققت البطلة البريطانية هولي لورنس من فريق البحرين للتحمل المركز الأول بزمن 3:52.35 ثانية، والمركز الثاني البريطانية جودي ستيمسون بزمن 3:55.29 ثانية، والمركز الثالث البريطانية كلير هان بزمن 3:55.51 ثانية. وهنأ جلالته الفائزين والمتسابقين في هذه البطولة متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد. كما تبادل جلالته الأحاديث مع الرياضيين المشاركين في هذا السباق الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على التنظيم الجيد لهذا التجمع الرياضي الإقليمي وتقديرهم لما قدمته من تسهيلات وإمكانيات لإنجاحه. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على النجاح المميز الذي حققته بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي وإظهارها بالصورة المشرفة التي تعكس السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين وقدرتها على تنظيم مثل هذه الرياضات الكبيرة بنجاح باهر واستقطاب أفضل الرياضيين من دول المنطقة والعالم، مثنيا جلالته أيده الله على الجهد الكبير الذي يقوم به سموهما لترسيخ مكانة البحرين في المنتديات والأوساط الرياضية الإقليمية والعربية والعالمية، ووضع الخطط والبرامج بهدف الارتقاء والنهوض بمختلف الرياضات وتوفير كل الدعم والمساندة لشبابنا الرياضي لتحقيق المزيد من الإنجازات لوطننا العزيز. منوها جلالته بما تشهده الحركة الرياضية والشبابية في المملكة من ازدهار وتطور، وما يواصل الشباب البحريني تحقيقه من نجاحات متميزة في كافة الألعاب مكنته من اعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل. كما أشاد جلالته بالمستويات الراقية التي قدمها أعضاء الفريق البحريني في هذه البطولة، متمنيا لهم كل توفيق والسداد والمحافظة على هذه المكاسب الرياضية من خلال استمرار التدريب والإعداد والاستعداد الجيد لخوض المنافسات القادمة. وأكد جلالة الملك المفدى أن هذا الحدث الرياضي حظي بمتابعة وحضور جماهيري كبير عكس المنافسة الشريفة بين المتسابقين، منوها جلالته بأن هذه اللقاءات والتجمعات الرياضية هي وسيلة مهمة لزيادة التعارف والصداقة والتعاون وتعزيز الثقافات بين الشباب الرياضي،
معربا جلالته عن تقديره للطاقات والكفاءات الشبابية البحرينية التي أثبتت قدرتها على تنظيم مثل هذه البطولات الكبيرة وإنجاحها بفضل الخبرة العالية التي يمتلكها أبناء البحرين في كل المجالات. كما تمنى جلالته لجميع المتسابقين كل التوفيق واستمرار النجاح.